هاي سلاح بنتي اللي كانت بتحارب فيه الصهاينة. الصهاينة هذا هو السلاح، وهي زخائر السلاح تبعت، هاي زخائر السلاح تبعت بنتي، وهذا تعرف بنتي إذا كانت إرهابية ولا مش إرهابية. بنتي الحمد لله هم الإرهابيين، هم اللي بيقولوا حقوق الإنسان ما خلوا عنا حق. وين حقوق الإنسان؟ وين حتى البلطو هذا ما شفع لها عندهم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وين حقوق الإنسان؟ وين حق بنتي؟ وين؟ زي الفراشة بتلف حول أخوانها، نزلت وجبت لأخوانها أواعي للعيد منها هي. يا ماما جبلهم كلهم يا ماما، فعلا جابت لأخوانها، ضايل بأخوان صغير وجابت للدار، قالت أختها الصغيرة، قلت لها يوم السبت يا ماما بدي أخذها على غزة تفلم فيها. قالت لي ماما بجيب لك، إيش بدك يا ماما؟ قولي لي يا ماما. لا تراجعت، إذا نسعفت كثير وأنقذت كثير وعنت كثير، لأن هي كانت أول مسعفة كانت في القطاع كله، على مستوى القطاع كانت هي رزان أول مسعفة ميداني. وصلوا رسالتنا للعالم، خليكم يا عرب نايمين، خليكم نايمين لسه لما نخلص واحد واحد، وأنتم قاعدين ساكتين. انتوا اديتوا اليهود فرصه انهم يعملوا فينا هيك، انتوا بسكوتكم لازم تتحركوا، لازم تقوموا تشوفوا، شوفوا الظلم اللي بقى على الشعب الفلسطيني. حبيبه ربنا والله يا حبيبي.